عشاق الزراعة في عراقنا الحبيب، عشاق الزراعة بالوطن العربي والعالم أجمع. اليوم إحنا بمشات القريعات، هاي المنطقة أطلقت عليها الكوكب الأخضر. ليش؟ لأنه الرئة الخضراء لمحافظة بغداد، واللي تجهز العراق بالحمضيات ومختلف النباتات. إحنا اليوم بمشتل الأخ سيف البرزنتشي أبو حيدر. يا أهلا وسهلا. عالم الزراعة والنباتات المنزلية بضيافتكم، والمشاهدين كافة أنحاء الوطن العربي والعراق والعالم يتابعوننا. أستاذ سيف، اللي يجي للقريعات يعني يرتاح نفسيا، المنطقة حلوة. المنطقة حلوة وتجمع بين شكلين، نعم، بين الريف وبين الحضارة. نعم، يعني تجي لهنا أنت بالريف، نعم، تطلع من البساتين تروح على شارع صارت بنص المدينه، نص المدينه والعاصمه. بس انتم حتى البيوت القريبه عليكم نقول هنيالهم. ليش؟ لانه انتم رئه خضراء، اكسجين، مصنع اكسجين بنص المدينه. صحيح صحيح. احنا اليوم احكي لنا عن المشتل مالتكم. يعني انتم هنا قاعد اشوف مو مشاتل، مشاتل ويزرعون نباتات. هسه هنا هذه لنق الدنيا، لنق الدنيا هذه مطعمه، نعم، وعندي هذيك اختها هذيك حشريه بس نوعيه جيده. نعم. وهذه بذورهم، هاي بذور تزرعونها، بذور اصول تصير اصول هاي تقريبا، هاي بعدين نطعمها، بعدين نطعمونها ايها ناخذ لها من عيون، تاخذ لها عيون وتطعم انواع عند اربع مثلا نطعم عليها. يعني نقدر نقول بالقريعات اغلب المشاتل اللي هنا انتم بالتحديد بهالمنطقه هاي، تمام. الاشجار المثمره عندكم اللي يعني خلنا نقول الأميات ايه؟ تاخذون من عندها الطعوم وتزرعون الاصول من البذور وتطعمون. بالضبط بالضبط. احنا اليوم نريد تاخذنا جوله بالمشتل مالتك، احكي لنا على الاسعار والانواع واللي موجود عندكم شنو الاسعار. يعني هنا هذا الرمان، هذا رمان، هذا حامض، هذا رمان حامض، رمان حامض. نعم. هذا سعره 1500. 1500 ايه. عندنا هذا زيتون، هذا الزيتون الخستاوي، هذا الزيتون العراقي الخستاوي. الخستاوي هاي شلون اسعار هنا انتم كله؟ بس جمله لو مفرد؟ لا بس جمله، بس جمله. هنا الخستاوي هذا ايش قد سعره؟ هذا الخستاوي هذا سعره 2.5 2 حسب الارتفاعات مالته، يوصل مال يعني ارتفاعات عاليه خوش يوصل سعره تقريبا ال 3.5 4. احسنتم. هنا الحمضيات طبعا يانا يعني بالجوله السيد امير الذبحاوي، هذه رارنج مطعم يسموه احنا فاسد، نعزله بصفحه، نعم، نخليه نهيئه بعدين يلا للرارنج، نهيئه يعني نبيعه بعد بس رارنج لان ما ياخذ بعد الحين. يعني التطعيم مالته فشل، خلينا نقول فشل نسميه فاسد بعد. نعم. ما ياخذ عين الا يفرع، لازم فرعه جديده والعمليه تتاخر. احسنت. فنبيع رارنج. هذا شنو هذا؟ هذا هاي هذا برتقال، هاي بالارض لو بالارض. بالارض ما شاء الله. طبعا شوف اخوان الاعزاء الارض شلون خير، شوف اخوان الاعزاء شوفوا التزهير مالتها. يعني هاي حتى هنا طبعا البرتقال العراقي. نعم. هذا ابو الصره، برتقال ابو الصره، ابو الصره هذا. هاي امهات عندك؟ كلها امهات. هذا ابو الصره كلها. احسنتم. هنا هذا ياس، الياس العراقي. ايه الياس هذا نبيعه سعره 1500 بس ارتفاعه بعد ايش؟ عاده الياس البيع مالته يكون شهر الرابع وفوق. ليش؟ لانه يزهر ويفرع. يزهر بالضبط وقت الازهار مالته والدفع. احسن. زين الفرع الجديد. عندنا ذاك هناك كالبتوز، عندنا هذا الليمون الصيني هم زارعين من عنده امايات. هسه احنا بجوله ونشوف شكو موجود. ايه. ان شاء الله. طبعا هاي الرمان اكثر، انا شفت اكثر شيء عندك رمان، هواي خير من الله. ايه. مو الرمان المحافظات تطلبه من عندنا. ما شاء الله. فعندنا هواي بيل حلو، بيل بيل حامض، بيل حامض، بيل حلو. حامض. اي بالضبط ما شاء الله. شوف اخوان الاعزاء هذا الليمون الصيني هم نزرعه لل، هذا عندك انا اللي هسه اللي عند هاي ام، هاي مزروعه بالارض بس امها، هاي امهاته وعندك هي. بالارض اللي بالسندان ذاك كله حامل. هنا اخوان الاعزاء هذا الزنزبح، السبحبح الزنزبح، السبحبح العراقي هذا، العراقي ولا السوري هذا؟ الزنزلخت العراقي هذا، الزنزلخت العراقي. طبعا اخوان الاعزاء شوفوا الزيتون ايش قد تريدون اعداد؟ الزيتون اعداد مفتوحه، وطبعا النوعيات الفستاوي والبربن هذا الاطوال وعالي الزيت. هذا مطعم هذا شنو؟ هذا كاكي، هذا مطعم على الطماطه اللي يسموه الكربلائي. او اكو مطعم عندنا ابو عقال. ايه اللي هذا الخشن يصير يلحق تالي وقت. هذا بالبساتين يعامل معامله الحمضيات الكاكي لو يختلف؟ لا، معامله النفضيات. يعني شمس يريد مباشره؟ شمس مباشره. اخوان الاعزاء الكاكي هنا موجود، الفاكهه الكاكي موجوده.
طبعا يانا يعني سيد امير الذبحاوي. سيد انت تحب الايجار المثمره هماتي؟ يا ابو عبد الرحمن انا تضوجني من تسالني هيك اسئله. نعم يعني اريد افدهون على مود بنت تسالني اجاوب. انت هسه بهذا المشتل لقيت الورده الجور اللي تدور عليها؟ والله هي اصناف موجوده هوايه. الحلو بالجماعه احنا انا ماكو احتكار لصنف معين، اي صنف قاعد يكاثروه يشتروه يكاثرون منه ويطرحوه للاسواق، وهاي اهم فقره لازم ونتمنى كل المشاكل الانتاجيه تخطي هاي الخطوات، اضافه الى تنوع الفاكهه اللي عندهم. بس هذا الكاكي يعني استاذ، هاي الكاكي قد سعرها مثلا؟ هاي الكاكي سعرها 3 يعني. هاي الشجره مثمره ومطعمه، هاي مطعمه لو شنو؟ هاي مطعمه ابو حيدر، هذا طعم يعني. هاي شجره مثمره ومطعمينها كان شايل بيه هو اصلا بالسندان. بالسندان ابو التمر وب 3000 دينار كان حامل. اهلنا اهل البساتين اللي بالعراق، عراقنا الحبيب اهلنا، يعني هاي اشجار مثمره ب 3000 دينار وبيها شوف هسه هاي بيها اثنين، اكو بين حتى بين اثنين، اثنين طعمين صحيح ما شاء الله. هاي شنو هذا؟ هذا بعد العيون جاهز للانبات بعد هسه من تنبت. هاي عيون هم طعمه جديد، هم هم كاكي، هم كاكي. هذا ياصلي، هذا الكربلائي، وهذا هذا الكربلائي، هذا ابو عقال هسه المطعم جديد. يا هل احلى طعمه والله ابو عقال ما يعلى عليه كشكل حلا، بس هو يلحق تالي اثناء التجوال. شوف اخوان الاعزاء، هذا نبات القراص، هذا نبات القراص اللي هو شوف هنا انا اقرب الكاميرا على هذا القراص. له فوائد كثيره جدا، طبعا له فوائد كثيره جدا وموجود هنا بالمشاتل، بس هذا يسبب تحسس لا تلزمه. طبعا شوف اخوان الاعزاء اثناء الجوله، شوف هنا لقينا هم ماتين، شوف السحر والجمال مال الجربره. عند الجربره القطمر ما شاء الله، شوف هاي الالوان صراحه، هاي الالوان ممتازه استاذ. هاي الجربره هذا 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 شنو هذا؟ هذا هذا الو، هذا الالو، هذا الالو العراقي لو العراقي، العراقي الالو الذهبي لو الذهبي مو القوجه هذا؟ لا 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 هيك القوجه احسن. شوف بدايه تزهير وكسر طور السكون استاذ. هنا جاهز عندكم اكو شتلات للبيع؟ هذا لا ما موجود من عنده حاليا. هنا هذا الجور عراقي، هذا هذا كله عراقي، هذا الجور العراقي اخوان. في محمدي همين مخبوط، في محمدي همات الوردي. شوف هنا طبعا هذا اخوان الاعزاء، هذا هذا النوع، شوف المتسلق هذا، شوفوا هذا المتسلق، المتسلق تعرفون عمل هاي يصير قليل الاشواك هذا الشكل. هذا طبعا اخوان الاعزاء من زمان اقول انه احنا اصناف، اكو كثير من الاصناف بالعراق تنجح بالتطعيم. احكينا على تطعيم الورد الجوري، قاعد اشوف انه عندك نباتات ستاند ومطعمه. هاي هذا التطعيم هو يعني قديم صار له فتره. نعم احنا جاي نطعمه هسه بالجديد، يعني انت بنفسكم هنا قاعد تطعمون ستاند؟ ايه احنا نسوي ستاندات ونطعمه هنا. طبعا هذه الالوان كلها اطريه، يعني صنفها ايطالي لو انجليزي لو شنو؟ هاي بي فرنسي وبي الانجليزي واكو بي الايطالي. طبعا اخوان الاعزاء هذا الستاند روز، هذا اسعاره لا تقل عن 20 30 دولار او يوصل حتى ل 40 دولار 50 دولار. هنا قاموا يعني هذا التربيه، انتم هسه مربينه هيك ومطعمينه لو شلون؟ مربيه هذا ما شاء الله، هذا من الاميات الاكثر. شوف اخوان الاعزاء هنا ما شاء الله الجربره الفول قطمر. خلينا نروح لهناك استاذ، شوف تكو اصناف عندك هنا جديده، هذه شوكه المسيح، هاي شوكة المسيح، هذا اللون ما شاء الله، هذا البصلي. نجي هنا هاي الاصناف، هذه الاصناف كلها هولندية، اصناف هولندية عطريه عطريه. هاي مطعمه لو ما مطعمه؟ هاي هذا يجي اميات اصول. ها وهنا ان شاء الله يتكاثر عندكم ونطعمه ان شاء الله يتكاثر. ونشوف اخوان الاعزاء يعني هنا جميع اغلب الاصناف الاوروبيه والعالميه موجوده. شوف هسه هنا هاي روزة، شو اسم هذا هنا دقيقة، كل وحدة وإلى صنفها. هنا بلو روزة، روز البنفسجي، البنفسجي هذا الروز البنفسجي، بلو بلو الأزرق مو البنفسجي، هنا الأزرق. هنا عندك روزة هاي سنو كوين،
يعني الملكة ملكة الثلج، ملكة الثلج هو. العلامة للعطر هاي، يعني هاي عطرية، هاي ملكة الثلج. نجي هنا نشوف شنو هذا عندك هنا، هاي العطر بيوتيز جاردن هنا، والله شنو هاي اصناف وصل مترين ونص ما شاء الله عطر، وهنا التسهيل ما تقدر. شوف اخوان الاعزاء هاي الاصناف العالمية موجودة، هذا يلي روز، يعني اللي اريد اقوله هنا في بالقريعات. شوف شمطي كبير يعني اخوان الاعزاء بالقريعات هنا، مشات القريعات مو شمس مباشرة يعني الجميل واحد متر. شوف هاي مطيك اياه، شوف الشمس يعني شو ظل. احسنتم حتى منطي التفاصيل بعلامات استاذ سيف. جميل انه تزرع، لكنه الاجمل انه من تزرع نبات تفكر باكثاره. يعني انتم هسه قاعد الاحظ انت هسه من شريت هاي شريت من امهات بالضبط، ويجوز انا قاعد اشوف قاص اقلام من عندنا. قصيت من عندك قسمين صحيح، يعني قصيت تريد تكاثره. يعني اول ما تفكر من تشتري سعرها غالي نبات تفكر اكثاره بالضبط، حتى سعره يصير مناسب للمواطن. احسنت، يا ريت كل المشاتل مثلك استاذ سيد. الله يسلمك والله العظيم. شوف هذه طبعا احنا اخذنا الاقلام مالته كتجربه نشوف يرهم بالاقلام. نعم. اكو نوعيات ما تصير بالاقلام الا يجوز الا بالتطعيم تبقى ضعيفه. نعم. فليش ضعيفه؟ لانه الامراض اقوى من عندها، فجذورها ما تتحمل. نطعمها على اصناف جذورها تتحمل الاصابات والامراض. هسه انتم المرحله هاي اخذتوا الاقلام مالتها زرعتوها مباشره، تريد تجربون المقاومه مالتها بالضبط، وبعدين راحت المرحله الثانيه تاخذون طعوم من عندها. طعوم اللي هي بشهر الثامن او التاسع التطعيم مالته يكون. جزاكم الله خيرا، هو افضل وقت للطعوم. اخوان الاعزاء مستمرين بالجوله. احنا السيد امير وين لقيت الاصناف اللي العطريه؟ يا هن طبعا يا بالجوله طبعا ليانا بالجولة ايضا. عفوا استاذ حسن ابو فلاح صاحب مشتل صاحب مشتل عامر ابو حسن البرزنتشي ان شاء الله، ويا ابو حيدر ابن عمه استاذ سيف. واحنا بصراحه الجوله بهذا المكان ممتعه. طبعا اخوان الاعزاء شوف الاجواء، يعني حتى البساتين القريبه المنطقه كلها راحه نفسيه، يعني وين ما تروح هنا تحس انه الهواء نقي. صحيح استاذ، هنا خلينا ناخذ الجوله. هذا عندنا هنا فحل الرمان. هذا الشيح هذا. اي هذا فحل الرمان. هذا اللي يورد الزهره الكبيره. جلنار. هذا موجود هم عندكم؟ هذا موجود للبيع. هذا الشتله مالته 2.5. ما شاء الله. ابو عبد الرحمن مداخل على الورد الجوري. نعم. ذن اللي كاثرتهن. وان شاء الله نجحن نقول ان شاء الله. راسلوني هواي قمي ابو عن راح هذا الروز. هذا السايل بس ولا قاطع السيد؟ لا هذا 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 السايل بس هذا بس روز اللي هو الفرنسيه والامريكيه والبرتقالي. هذا الشدات يعني هذا الاصناف مالت الروز يا صنف هذا الفرنسي ابو الورده اللي تتلون هوايه. نعم تصير بها الوان احسن اكثر من لون. وفي الامريكي اللي هو هذا الامريكي. هذا الامريكي هذا مورد عندنا، هذا الامريكي اللي يصير شدات. يعني هنا استاذ امهات مسويهن هاي؟ كلها امهات. هذا كله امهات. هذا هذا اللون هذا امريكانا. هذا امريكانا هذا تمام. يعني هاي كلها الالوان انت مسويها. هاي قاعد اشوف لاين كامل مال هذا كله لاين كله امهات. هذا راح يصير هنا أنا. ابو حيدر حبيبي سيدي من الحراره من عندك. شوف الجربره الحمراء فاطمه، الجربره الحمراء، وعندك الروزماري الابيض اللي الجبل الابيض هم تشوفه. الجربره الحمراء القطمر اخوان الاعزاء. عام كلية النهرين اخذت من عندي للبحث، يسوون عليها بحث. محمد اخويا ابو عبد الرحمن. سيد امير الشربي هذا التكيل
التك الكندي. الكندي والسلبوحي الاحمر والابيض. ما شاء الله، السلبوحي اللي يتسمى الهندي والباكستاني. بالضبط. هنا موجود هنا عندكم ما شاء الله. هاي الامهات اخوان الاعزاء، هنا اللي نريد نقوله، هذا الحلقه تقريبا خاصه انه شوف هنا امهات الموجوده للاشجار والطعوم هنا اللي ماخذينها من هاي النباتات. هنا شوف ما شاء الله سنزفيريا. ما كملت. ما شاء الله سنزفيريا و نباتات كثيره بصراحه. وهنا الدومبيا، شوف اخوان الاعزاء الدومبيا، هاي الدومبيا ما شاء الله مزهره عندهم ايضا. هاي الدومبيا موجوده، شوفوا 12 هالحجم. يا هو هالحجم هذا. لا ما شاء الله الكبار ب 12. اي زغر اصبحت في الفتره الاخيره هاي المشاتل. شوفوا اخوان الاعزاء، شوفوا هاي ثمره الطرنج. شوفوا هذا الحمل، هذا الحمل شوفوا خير من الله. يعني هاي الحمل موجود واحنا بعدنا في مشتل الاخ سيف البرزنتي. شوف هذا الحمل خير من الله. شوف هاي التزهير، هاي التزهير خير من الله. طبعا هي مع الاسف مكسوره، هذا الفرع مكسور. وشوفوا هاي الازهار مع الحمل. وشوفوا الارتفاع مالتها استاذ، احكي لنا. يعني هاي الاصناف ما شاء الله موجوده عندكم اكثرها؟ موجوده هذا عندكم. موجود اكثر. موجود عندك بالمشتل؟ موجود. وهذا موجود في النوعيه الثانيه اللي شفتيه يسموه التومبيا، يصير من ليسي املس. اه ما شاء الله طرنج بس املس. احكي لنا هم على هاي شو غريب هذا؟ هذه زهره البنفسجي. هاي قديمه وانقرضت. شو هاي شاي شو جديده قاعد اشوف؟ قديمه وتقريبا شبه انقرضت. خلي تصير حتى شبه الازهار مالتها. شوف اخوان الاعزاء، شوف الازهار مالتها زين. هذا شبه انقرض يعني، بس هذا يغطون به مساحات باللوائن لانه هذا زاحف، فيغطون به مساحات واسعه. سبحان الله. شوف اخوان الاعزاء سريع الامتداد والتكاثر. ما شاء الله ما شاء الله. اخوان الاعزاء مستمرين بالجوله مع مشتل الاستاذ سيف البرزنتي. هسه بس وحده ولسه هم اقرق هيك ما تقدر. طبعا اخوان الاعزاء اثناء الجوله مشتل الاستاذ سيف البرزنتي ابو حيدر. استاذ سيف احكي لنا عن هذا السدر، هذا النبق ما شاء الله. هذا السدر تفاحي. شوف الخير. طبعا هو بعده لاحق هوايه. نعم بس في يعني لاحق كم واحده. شوف مثل هذه بلبل ما كل مكان لاحق بروحك بروحك. لا ما يصير ما ما شاء الله. هذا الحشره ممكن ان يقدر. شوف اخوان الاعزاز قدها. بينما هذا لاحق. شوفوا ما شاء الله لاحق اخوان الاعزاز. شوفوا الحجم مالتها. هذا لاحق هسه لاحق. هذا طعمه مو مثل بالسوق. ماكو فد مقارنه. بينه وبين بالسوق هسه موجود. ماكو اي مقارنه بيناتهم. ما يتقارن ابد. طبعا احنا للتذكير تاريخ التصوير هو 1/3/2024. شوف اخوان الاعزاء 1/3/2024. وشوفوا استاذ هذا الصنف موجود عندكم بالمشتل؟ عبد الرحمن خلي موجود بالمشتل. نعم خلي سيف اخذ الجوده. نعم هذه الجوده. تفضل خلي السيد كبار صايم يعني استاذ. هم ذوق هذا فاك خايل المصور مالتنا. ها سيد الله عسل. الطعم اخوان الاعزاء صدقون الطعم نفس العراق القديم مالتنا. العراق القديم الاول. اي صح. يعني حتى بريحه بالعطر مالته والهذا يشبه العراق القديم الاصلي. عاشت ايدك استاذ سيد. العافيه. من 10 توب. ما شاء الله. انت بالسوق بيجي مطيب. مو نفس. نوع حتى لو نفس الصنف بس مو عراقي. اي نوع. هذا من الاشواك يعتمد على النوعيه والتهجين مالته. ما له كل دخل يعني. يعني اكو بيهن اكو بيهن بيهن اشواك وعطريات واكو بيهن واكو بيهن مو عطري. هسه عندنا هذا الايران اغلبها اشواك وش صاير؟ اي صح. مو عطري ما له دخل. هذا يعتمد على النوعيه. هذا الليمون الصيني. هذا الليمون الصيني استاذ هذا جاهز عندكم هم للبيع حاله. شوف اخوان الاعزاء صراحه هذا هاي المشاتل تحفه. ان شاء الله راح تترك رقم الاستاذ حتى تتصلون به لان البيع جمله. وشنو اللي تريدونه موجود هنا أنا. ما شاء الله. هذه الجوجه الكربلائيه. هاي الجوجه الكربلائيه. شوف اخوان الاعزاء
ما شاء الله. شوفوا المنظر بس هنا هنا تعال هنا. شوفوا اخوان الاعزاء شوفوا يعني هاي. شوفوا المنظر اخوان الاعزاء يعني هذا المنظر. صدقوني حتى لو الثمار مالتها قليله مجرد انه تحس هذا المنظر بستانك هو راحه نفسيه، هذا طاقه ايجابيه. شوفوا المنظر يعني هذا هسه تحسسك كانما احنا الازهار الموجوده في فرنسا يعني موجوده بالشوارع مال فرنسا. شوفوا ما شاء الله التزهير مالتها استاذ. هذا الحمل يعني ان شاء الله كل سنه يصير كل سنه كل سنه خير من الله. ما ينفض الحمل. لا ما ينفض. هذا شو اسمه؟ هذا قوجة كربلائية. القوجة الكربلائية بس منظرها شوف المنظر ما شاء الله. هاي الحامضة. ايه الحامضة ما شاء الله تبارك ابو عبد الرحمن. يعني هاي احنا هسه ليش بساتيننا فارغة؟ واحد هم ينقهر صراحة ينقهر. هذا عندك هنا هاي طبعا هذا اللي ابراهيمي. هذا لا ابراهيمي. السلام عليكم.
الدور باخذ شكل الوردة وشكل الكراك مع الوردة الكراك والثوم والبخر هيك تصير كروية سبحان الله نسيت ما غير زهرة بس من نفس الفصيلة ما أدري بس هو أعتقد هو نفسه هو يحتهم أشكال وألوان بس الشحن الشحن بعيد إيه عندنا هسه جوري هسه إذا صارن أطلب حتى لو يروح منك كذا صحيح واشكال ايوه كذا يصير عندك نوادر حلوه بعد براحتك تتصرف هذه ما اظن حاجه هي شغله تنجح عندك قبل الطي اشتري لك ما تحتكر قال لي انا والله خلي الوالد هم دولار راح تجي متورج بس تاخر ما حلوه حلوه لون خبوط صحيح إن شاء الله الجولة كانت ممتعة وبصراحة هاي الأرض أرض خير ندعوني الله أنه يرزقهم ويوفقهم الشاق الزراعة في عراقنا الحبيب اليوم إحنا منطقة القريعات شوفوا هذا هاي القوجة الكربلائية اللي مزروعة في بساتين القريعات هاي أرضنا أرض الخير يعني هاي شوفوا بس هنا شوفوا النحل كيف يسرح على هاي الأزهار الرائعة الأزهار الجميلة منظر يفتح النفس أخوان الأعزاء أي واحد يشوف الفيديو لا تخلي أرضك فارغة ازرعها ازرع الجمال متوفرة الشتلات عندك طبعا إحنا اليوم في مشتل الأستاذ سيف أبو حيدر سيف البرزنتشي في منطقة القريعات وشوفوا هذا الجمال في أرضه ما شاء الله بادية تعقد ثمار هنا التزهير مالتها وشوفوا سروح النحل على هاي الأشجار الفائقة الجمال بيدنا نصنع الجمال بيدنا نغير ازرع لا تخلي أرضك فارغة ما نقول غير سبحان الله وتبارك الله على هذا الجمال اللهم لك الحمد والشكر على هذا الجمال في أرض العراق اخوان الاعزاء بالختام نشكر الاستاذ سيف ابو حيدر على هاي الجوله بصراحه ممتعه ويانا سيد امير سيد لك الختام اختم لنا بعد ما وجهي يا خير وبركه اخوان الاعزاء من ارضنا الطيبه من ارض القريعات في محافظه بغداد نختم كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعه والنباتات المنزليه في امان الله.